They are ready to run. They're off and racing. أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، تنطلق الجيادة العربية الأصيلة انطلاقة موفقة للجميع وشيئا ما غير موفقة لجحفل الذي ينحدر من سلالة عامر ذي الشعار الأبيض والأخضر الذي يمشي خطوة بخطوة مع الجواد اللي هو هداج الدخان على المركز الأول. 1800 متر تنتظر هذه الجياد كما نشاهد الأخضر والأبيض على صدارات هذا الشوط، جحفل سلالة عامر وسينباس. راشد الصعاق على المقدمة يلحق به ثانيا على المركز الثاني هداج الدخان، مجد العرب سلالة قطنة، متعب الصعاق على صهوته، ثالثا أسامة الدفع ينطلق مع بيكر دوزلاري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتواجد فيه دايز سلالة جنرال بقيادة توماس لوكاسك على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هم غرنفار مع جولد عامر. أن جولد عامر سلالة الهنوف يتواجد على المركز الخامس في هذه الأثناء، منصور الشهواني يقود هذه المسيرة. إذن على الأراضي الرملية بقيادة منصور هداج الدخان على المركز الأول، سلالة مجد العرب ومتعب الصعاق ينطلق الآن، فيصل بن حمد الثاني من النير سايد لجرين أند وايت جوكي على المركز الثاني، بينما ثالثا الأحمر والأسود مع ديز سلالة جنرال بقيادة توماس لوكاسك على ثالث المراكز، جوب أسامة الدفع ينطلق الأزرق مع رايان كوراتولو مع بيكر دوزولاري، سلالة كاربلا على المركز الرابع. هنا نعود إلى المركز الأول والصدارة مع الخيال اللي هو متعب الصعاق هداج الدخان بالمركز الأول، انطلق فيصل جوف اللي هو جولد عامر. أنا جولد عامر من النير سايد نشاهد مع العنابي والأبيض، نقود الصدارة مع فيصل بن حمد الثاني لجولد عامر من النير سايد. شوف معي تدخل الآن لأم غرنفار بقيادة رونان توماس، لجولد عامر بالمركز الأول ليخطف الصدارة لهذا الشوط الثامن للخيل العربية الأصيلة. جولد عامر يفوز بالشوط. هنا النتيجة النهائية ladies and gentlemen، the official result already on the screen. المركز الأول ذهب لصالح جواد رقم 4 جولد عامر. The winner, horse number 4, Gold Armor for Garnfar. And the second place, horse number 3, Days for Ramzani and Thomas Lukask. And the third place, horse number 5, Jahfal for Sheikh Faisal bin Hamad Al Thani and Rashid Al Saag. And the fourth place, horse number 2, Haddaj Khan for Mansour Al Shahwani and Mut'ab Al Saag. And the fifth place, horse number 1, بيكر دوسلاري فور أسامة الدفع. مبروك.